دكتور حسام كمال، عضو مجلس نقابة الأطباء، معانا على التليفون. دكتور حسام مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك دكتور حسام. حضرتك كنت أعتقد أنك قمت بزيارة الدكتورة داليا قبل أن يتوفاها الله، مش كده؟ قبل ما يتوفاها الله بساعات للأسف عرفنا متأخر جدا. مفيش، الدكتورة داليا كانت محجوزة في العناية المركزة في مستشفى الجامعة التخصصي من أكتر من أسبوع. حالتها بتسوء يوم بعد يوم، مفيش حد يعرف عن حالتها حاجة. الصدفة البحتة اللي خلتنا نعرف عن موضوع الحالة وحجزها في المستشفى، زرتها قبل الوفاة بساعات، بس كان وضع للأسف وضع طبيا كان متأخر جدا. كلام حضرتك حوالين اختلاف التشخيص إذا كانت هي التهاب سحائي ولا لا، كل الأطباء اللي شافوها وكل التقارير الطبية بتاعتها بتؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن دي حالة التهاب سحائي. أنا مستغرب جدا إزاي وزير صحة، إزاي طبيب قبل ما يكون وزير صحة يقول على حالة زي دي إنها ممكن تكون مضاعفات لحتى حصلت من 5 سنين فاتوا. اللهم إلا إذا كانت وزارة الصحة كالعادة بتحاول إنها تتنصل من مسؤوليتها وتقول يا جماعة والله لا دي مش إصابة أثناء العمل. الإصابة اللي أصابت الدكتورة داليا أصابت قبل كده دكاترة تانيين أشكال مختلفة، مش لازم التهاب سحائي، إصابات تنفسية شديدة أدت لوفاة الدكتور أحمد عبد اللطيف وأكثر من طبيب خلال السنتين اللي فاتوا، نتيجة إن مستشفيات وزارة الصحة يعني يا دكتور حسام واضح إنه موضوع العدوى وتعرض الأطباء للإصابة في أثناء ممارسة عملهم إنه مش جديد، ده رقم واحد، ورقم اتنين يعني قضى على حياة بعض الأطباء الفترة اللي فاتت. بالضبط فعليا، ويمكن هيكون معاكم ضيوف من مجلس النقابه يكون معاهم الاسماء والحصر بالاسماء كامل. صحيح، احنا يعني عاملين فقره تحديدا النهارده عن الموضوع ده، بس كمان بنتكلم عنه بصفه يمكن اعم اكتر، وهي فكره الخطوره اللي بيتعرض ليها الاطباء ومع ذلك بياخدوا بدل 19 جنيه. للاسف الشديد ده مش اول مره الموضوع يثار، الموضوع بيثار مع كل ضحيه جديده، وانا بفكر حضرتك ان احنا كمان سنه هنيجي ونثير هذه الموهبه. لا معلش، عفوا دكتور حسام، حضرتك عيد الجزء ده مره ثانيه، الصوت كان بعيد. احنا الموضوع ده مش اول مره يثار، اثير قبل كده مع الدكتور احمد عبد اللطيف، واثير قبل كده مع الدكتور احمد الشواتفي من سنه او سنتين فاتوا باصابات مماثله، مش لازم التهاب سحائي، اصابات تنفسيه شديده. برضو الوزاره نفس الكلام، الوزاره وقتها نفت، هي وزاره النفي الرسمي الحقيقه، يعني الوزاره وشغلتها ان هي تنفي وتتنصل من المسؤوليه. نرجع خطوه بس، يعني حضرتك شايف ان وزاره الصحه هي وزاره النفي الرسمي؟ بالظبط، يعني التشخيص لا يختلف عليه اثنين دخلوا كلية الطب. تمام. التشخيص بتاع الحالة لا يختلف عليه اثنين مروا بامتحانات كلية الطب. والتقارير الطبية اللي كتبت على حالة الدكتورة داليا بتؤكد ان الإصابة بوضوح كانت بالالتهاب السحائي. بتقول بوضوح ان أصابت بالتهاب سحائي، تحليل النخاع الشوكي بيقول بوضوح ان أصابت بالنخاع الشوكي. ليه وزارة الصحة بتنفي؟ أقول لحضرتك ليه وزارة الصحة بتنفي. أول حاجة لأن الإصابة دي هتفتح الانفكشن كنترول جوه المستشفيات أو وقاية من العدوى جوه المستشفيات اللي هي بتصيب الدكاترة والمرضى. دكاترة بيشتغلوا جوه مستشفيات وزارة الصحة في ظروف غير آدمية، بلا جوانتيات، بلا ماسكات لمنع انتقال العدوى التنفسية، بلا أدوات تعقيم. ده بيضر بالأطباء، بالتمريض، بالطاقم الطبي، كل وسائل الأمن والسلامة حضرتك بتقول مش متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة للأطباء. بالضبط، في 90% من مستشفيات، مش من مستشفيات وزاره الصحه، اجراءات الانفكشن كنترول او مكافحه العدوى غير متوفره في المستشفيات، وده مش بس بيضر بالاطباء، ده بيضر بالفريق الطبي كله وبالمرضى نفسهم اللي احيانا بيخش بمرض فيصاب بعدوى جوه المستشفى. صحيح. ده الكلام ده بنتكلم فيه بقالنا اكتر من سنين بنقول هذا الكلام، ووزاره الصحه بتنفي عشان تخلي مسؤوليتها ان حصل مشكله او يبدا الناس تدور فين الانفكشن كنترول يا جماعه، فين اجراءات مكافحه العدوى جوه المستشفيات. تمام. الحاجه الثانيه والمهمه اللي وزاره الصحه بتنفي عشانها، ان وزاره الصحه مش عايزه تعتبر ان دي اصابه عمل، ومش عايزه تدفع لهذه الطبيبه تعويض مادي محترم ليها ولاسرتها ولابنها اللي مكملش سنتين لان دي اصابت اثناء تاديه عملها. ده ناهيك طبعا عن معاش الطبيبه اللي هي لسه لم تكمل 10 سنوات في الشغل في الوزاره. وبالتالي ما لهاش حق في المعاش اصلا. فوزاره الصحه عايزه تتنصل من القصه وتقول ان والله يا جماعه دي حادثه واحنا يعني ده حاجه قضاء وقدر والبقاء لله. النهارده كان في وقف التأبين عملها زملائها في مستشفى الاسماعيليه العام. وزارة الصحة ما كلفتش نفسها انها تبعت حد يقول للناس البقاء لله. لا وزارة الصحة ولا مكتب الوزير ولا وكيل الوزارة اللي مكتبه على بعد شارع من مستشفى الإسماعيلية العام. فكر يجي يقعد مع الناس وقفة الحداد لمدة 10 دقايق ولا ربع ساعة ويقرا الفاتحة على روحها ويقول لزمايلها يا جماعة البقاء لله.
طيب يعني كده نفهم انه في المجمل وزاره الصحه بتقول الموضوع ده كله مش تبعنا وملناش دعوه بيه. بالظبط، في وزاره الصحه بتقول انا اروح افتش على الدكاتره اشوف هم لابسين البلط ولا لا، حاطين الاي دي ولا لا، مضوا في الدفتر الساعه 8:30 ولا لا، لكن يوم ما الدكتور يحصل له كارثه صحيه او يتوفاه الله اقول انا ماليش دعوه يا جماعه، انا ايه مش مسؤول عن هذه القصه. تمام، ده بوضوح موقف وزاره الصحه. طيب انا عارف ان نقابه الاطباء دكتور حسام سؤال بس يعني نقابه الاطباء الفتره اللي فاتت الحقيقه كانت بتحاول تلعب دور كبير في هذا الاتجاه، وان هي يعني تامن الاطباء والفرق الطبيه في المستشفيات عشان لا يصابوا، بالاضافه الى انه يعني كان في مطالبات كتير بتوفير كل طرق الامن والسلامه حتى لا يصاب الاطباء ولا تنتقل اي عدوى من مريض الى مريض اخر فتخلي حالات اخرى تتفاقم. الجولة اللي كنتوا بتخوضوها دي وصلت لحد فين لحد النهارده؟ للأسف الشديد احنا عندك وضع سيء نتيجة ان مفيش امكانيات مادية جوه المستشفيات، مفيش فلوس من الاخر، يعني مفيش فلوس، مفيش ميزانية صحة يشتروا بيها جوانديات واجهزة تعقيم وماسكات وكلام من ده. نقابة الاطباء طلعت قرار من كام يوم، وكان قرار قبل كده تم صدوره وتم تأكيد عليه من كام يوم، ان يا جماعة اذا لم تتوفر وسائل مكافحة العدوى في اقسام المستشفيات الاطباء يمتنعوا عن العمل، لان ده بيعرض حياتهم وحياة المرضى اللي هم بيعالجوهم للخطر. ولا الحاجات دي هتتوفر ازاي؟ هتتوفر عن طريق ميزانية الصحة. تمام، ميزانية الصحة في مصر كام؟ ميزانية الصحة في مصر 4.9% من الموازنة العامة. اقل من نص الدستور اللي بيقول ان ما تقلش عن 9%، الدستور المصري بيقول ان ميزانية الصحة ما تقلش عن 9%، ما تقلش عن 9% ليه؟ عشان نعرف نشتري ادوات مكافحة عدوى، عشان نعرف نعمل مستشفيات تليق بحياة الناس اللي بتعالج فيها، ما تقلش عن 9% تزيد ماشي. الموازنة المصرية الحالية 4.9%، حتى هذه ال 4.9% مهدرة، بينفق أكتر من تلتها على مبنى ديوان الوزارة فقط لا غير، والتلتين الباقيين على جمهورية مصر العربية من اسكندرية لأسوان. فحتى هذه الميزانية الضعيفة مهدرة. فتكون النتيجة إن أنت تسيب الدكاترة يشتغلوا في هذه الأوضاع الغير آدمية ويعالجوا المرضى في هذه الظروف الغير آدمية، ولما تحصل كارثة أو مصيبة زي وفاة طبيبة أو وما خفي فأنا أعظم، طبعا ده اللي احنا عرفناه، ويجوز جدا في حالات تانية مماثلة ما قدرناش نوصل لها، تتنطل من مسؤوليتك وتقول لك لا والله أصل كان حد. نفس هذا السيناريو حصل من سنتين مع الدكتور احمد عبد اللطيف بنفس الاسلوب ونفس عقليه الاداره لا تتغير. طيب النقابه يعني انتوا في النقابه ناويين تعملوا ايه الفتره اللي جايه عشان الماساه دي ما تتكررش كل يوم تاني؟ وزي ما قلت يعني الدكتوره داليا ربنا يرحمها يا رب، احنا عرفنا عن الموضوع وما خفي كان اعظم، فايه انتوا في النقابه ناويين عليه الفتره اللي جايه عشان تحاولوا ان انتوا تمنعوا تكرار هذه المآسي مره تانيه؟ نقسم الموضوع شقين، الشق الاولاني الخاص بالدكتورة داليا نفسها وحقها، ان هي حقها في تعويض اصابه عمل محترم من وزاره الصحه، ومفهوم محامي النقابه يتولى رفع قضيه على وزاره الصحه بتعويض مادي للدكتوره داليا وبمعاش استثنائي، وده حقها لان هي اصيبت اصابه عمل. ده بالنسبه للدكتوره داليا نفسها، موقف الدكتوره داليا. واذا هذا الكلام لم يتم الاستجابه ليه بشكل عاجل من قبل وزاره الصحه، هتبدا نقابه الاطباء تتخذ الاجراءات القانونيه والتصعيديه على الارض، وكان بدايتها الوقفه النهارده في مستشفى اسماعيليه العام. تمام، بالنسبه لمنع تكرار ده في المستقبل هيبقى في اكتر من اجراء. اول حاجه الزام المستشفيات باختيار النقابه فور حجز طبيب في وحدات الخاصه بيها. يعني اسمح لي بس جمله اعتراضيه، ان الدكتوره دي اتعالجت من بالكامل فروم اي تو زد على حسابها، على نفقتها الخاصه. على نفقتها الخاصه. اه، يعني الدكتور اللي بيقدم الخدمه الصحيه لما يتعب في مصر يروح يتعالج على حسابه. ويمكن تكون معاكم حد من اهلها يقول لك المبالغ اللي هم دفعوها كانت كام في العنايه المركزه في مستشفى الجامعه التخصصي. لابد من صدور قرار بشكل واضح من رئيس الوزراء بان الاطباء مقدمي الخدمه الصحيه بيتعالجوا بشكل مجاني. طيب، في المستشفيات. نرجع للاجراءات، حضرتك يبقى قلت اول اجراء النقابه هتتخذه الفتره اللي جايه بان كل المستشفيات يتم الزامها باختار النقابه سريعا اذا كان في اي طبيب اصيب بعدوى وبدا يتعالج في المستشفى. بالظبط، دي الحاجه الاولانيه. الاجراء الثاني،
الحاجة التانية اللي هو القرار اللي كان صدر من كام يوم، واللي الحقيقة صدر من أكتر من سنة بس تم تفعيله من كام يوم، بضرورة إغلاق الوحدات اللي لا يتوفر فيها إجراءات مكافحة العدوى، وإن في حال عدم توفر الإجراءات دي يتم كتابة شكوى رسمية من قبل الأطباء للنقابة والامتناع عن العمل لحين توفير هذه المستلزمات. دي المستلزمات دي مش رفاهيات، دي حاجة ممكن تؤدي بحياة دكتور وحياة مريض. تمام. إذا كانت متوفرة يبقى تتقفل المستشفى. يعني بشكل واضح. هل حضرتك شايف ان الاجراءات دي يعني كافيه وممكن ان هي تمنع تكرار هذه الكارثه؟ هقول لحضرتك الحاجه الثالثه، لسه الحاجه الثالثه ان يبقى في تطعيمات ضد بعض الامراض، ومنها على فكره بالمناسبه الالتهاب السحائي. الالتهاب السحائي من الامراض اللي ليها تطعيم. هذا التطعيم يجب ان، او التطعيمات بشكل عام، مش هخسر الموضوع على الالتهاب السحائي، في اكتر من مرض معدي بيصيب الاطباء نتيجه عملهم. تمام. في حاجات فيها لا تطعيمات وحاجات ملهاش طبعا. الاجزاء اللي لا تطعيمات لابد من تعميم تطعيم الاطباء ضد هذه الامراض، على الاقل هقلل نسبه حدوث الامراض ديت وسط الاطباء. الحاجه الثالثه بدل العدوى اللي حضرتك، او الرابعه الحاجه اللي حضرتك اتكلمت عنه، بدل العدوى هزلي 19 جنيه بدل العدوى لطبيب بيشتغل، اللي هو اكثر فئه في الشعب كلها معرضه للعدوى، ان هو بيتعامل مع المريض طول الوقت، بياخد بدل العدوى 19 جنيه. ده في قضيه فعلا مرفوعه، وفي جلسه هتنظر يوم 28/11 لزياده بدل العدوى للاطباء. ايه بدل العدوى المناسب يا دكتور؟ بدل العدوى المناسب هو على الاقل يكون اعلى بدل عدوى في 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 الدوله. في فئات بتاخد بدل عدوى 3000 جنيه وما بتتعاملش مع عيان. مش عايز اذكر اسماء. المشاهد فاهم وعارف. لا المشاهد مش عارف. قول له. لا احنا بنطالب باعلى بدل عدوى في الدوله. تمام. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام كمال، عضو مجلس نقابة الأطباء. وزي ما قلت لحضراتكم، والدكتور حسام أكد كمان، إن احنا في إحدى فقراتنا النهاردة هنتناول هذا الموضوع الخاص بالمخاطر اللي بيتعرض لها الأطباء في مصر، وتعرضهم المستمر لاحتمالية الإصابة بعدوى، بفيروس أو بكتيريا أو أي نوع من أنواع الأمراض اللي ممكن تودي بحياة الأطباء. يعني احنا ما بنقولش ما بنتكلمش على حاجه من فراغ الحقيقه، انما للاسف الشديد انه في نموذج بنتكلم عليه النهارده، وهي الدكتوره داليا محرز، ربنا يرحمها ويصبر اهلها، وان شاء الله يا رب ما تتكررش المآسي من النوع ده. بس واحنا بنتمنى لازم نشوف اجراءات على الارض، لانه لو ما فيش اجراءات يبقى المآسي هتفضل تتكرر، ولو فضلت وزاره الصحه هي وزاره النافيه الرسمي يبقى ما فيش حاجه هتتحل والأمور هتتفاقم. والنهاردة الأطباء هيصابوا، الممرضين هيصابوا، المرضى هيصابوا، وفي الآخر كله هيخلص على فشوش، كله للأسف حياته هتنتهي لمجرد أن احنا مش عايزين، أو الوزارة اسمها وزارة الصحة اللي هي معنية بصحة المواطنين وصحة اللي بيقدموا أو بيراعوا صحة المواطنين الأطباء، فمش المفترض أنها تكون وزارة النفي الرسمي، لا المفترض أنها تكون واقفة في صف الأطباء وبتأمنهم عشان تتأكد من إنها بتحميهم، وبالتالي تبقى واثقة إن هما بيقدموا خدمة صحية محترمة للمرضى. أرجو إن حضراتكم تتابعوا الفقرة اللي هنتكلم فيها عن الموضوع ده، عشان كمان نشوف قصة بدل العدوى ال 19 جنيه ده.